إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الباري جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أذكر هذه الآية العظيمة من كتاب الله اليوم بما وقع لنا نحن معشر المسلمين من نسيان لله جل وعلا في كل أمورنا، لأن حينما ننسى الالتجاء إلى الله رغبا ورهبا بالدعاء في السراء وفي الضراء، فمعنى ذلك أننا قد نسينا الله والعياذ بالله. ومن نسي ربه أنساه الله نفسه، ومن كان ذلك أمره آل إلى خراب دينه وإلى خراب دنياه والعياذ بالله، إن عاجلا أو آجلا. ولذلك قال الحق بعد: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والعياذ بالله. فكأنما تارك الدعاء سواء تركه بهذا القصد الذي هو الاستكبار، أي أنه لا يسأل ربه لأنه مستكبر، فهذا ابتداء إذن محكوم عليه بالنص: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أو تركه غفلة ونسيانا، كما هو الشأن في لدى كثير من المسلمين، يتركون الدعاء والالتجاء إلى الله غفلة ونسيانا. هذا أيضا يقود إلى النتيجة نفسها، أي يقود إلى النفسية الاستكبارية الطاغية، لأن الإنسان حينما لا يلتجئ إلى الله رغبا ورهبا بالدعاء اليوم وغدا وبعد غد، نقول نسيانا وغفلة، وليس استكبارا وحسب، لأن المستكبر داخل في الآية، في معنى الآية من البداية نتحدث عن أحوالنا أو غالب أحوالنا أننا نترك الدعاء في غالب الأمر نسيانا وغفلة. هذا النسيان وهذه الغفلة حينما يطول أمدها تقسو القلوب، وإذا قست القلوب استكبرت، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطول الأمد بعدا عن الكتاب أو عن الذكر أو عن الدعاء يؤدي بالنتيجة القطعية إلى القسوة، قسوة القلب، قلب الروح، هذا القلب الذي خلقه الله جل وعلا ليخضع لله وليخشع لله وليكون عبدا لله جل وعلا على كل حال، إذا قسى والعياذ بالله تلبست به الشياطين وصار من المستكبرين وصار من الطاغين آنئذ والعياذ بالله. ولذلك الآيات القرآنية هذه جامعة لكل أحوال نسيان الدعاء، كل أنواع نسيان الدعاء، سواء كان ذلك استكبارا من البداية أو غفلة ونسيانا، فإنها تحكم على كل ذلك إن حالا أو مآلا. إما أنه الإنسان من البداية محكوم عليه بالآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أو أنه النتيجة مع طول المدة كي يوصل والعياذ بالله هذا الدرك، أي أنه يستوي والذين استكبروا ابتداء لأنه دخل في حالة من المرض تطورت به إلى أن صار إلى حالة المرض المخوف كما يعبر العلماء والفقهاء، وهذا المرض الذي لا يرجى برؤه والعياذ بالله كما هو في الأبدان هو أيضا في الأنفس والأرواح. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وفيه دلالة على أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذا نص حديث صحيح خرجه صاحب صحيح الجامع الصغير أو بالأحرى صححه
والرواية الأخرى الدعاء مخ العبادة، هذه التي أذكر اليوم الدعاء هو العبادة أبلغ منها وأجمع. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، كأنه لا عبادة إن خلت عن معنى الدعاء. يعني أي عبادة كيف ما كانت، من صيام أو قيام أو تلاوة للقرآن أو صدقة أو زكاة أو أي شيء، إذا لم يكن فيه معنى الدعاء إما حكما أو معنى، لفظا ومبنى أو مفهوما وقصدا، فليس بعبادة. لأن ما معنى الدعاء؟ الدعاء لا يقع إلا بقلب محتاج. الدعاء هو المسألة، تطلب، والساعي أو السائل بالأحرى حينما يسأل إن كان صادقا في السؤال فإنما يسأل عن حاجته. هاد الناس اللي يسعوا يسولوا ويطلبوا الناس المال، هما واحد من اثنين، إما أن واحد مستغني عنده الفلوس ولكن كيسعى مريض، هذا ديرها حرفة، فهذا كذاب. إذن هذه المسألة ديالو نوع من النفاق، لأنه يعبر بلسانه عن حاجة غير واقعة، وإما أنه فعلا محتاج، وهذا هو الذي يسأل الناس صادقا. إذا سأل فيسأل عن حاجة، وذلك السؤال يعبر عن مكنون حقيقي، وإنما المسؤول بحق في الطلب رغب ورهب، إنما هو رب الكون، والناس إزاءه قسمان. إما واحد كيطلب الله تعالى بصدق لأنه يشعر بالحاجة، لأنه يشعر بالافتقار إلى الله جل وعلا، فذلك هو الصادق في الطلب، ذلك هو العابد، لأن قلبه قد خضع. مادام كتطلب فقد ذل قلبك لهذا الذي تطلب منه، كان بشرا أو غير بشر، ولذلك حين تطلب من الله شيئا فقد ذل قلبك لله، وذلة القلب هي عين العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لما يستكبرون عن عبادتي؟ لأنهم لا يدعون ربهم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هؤلاء لا يدعون ربهم، فإذا كانوا لا يدعون ربهم فقد استكبروا، ليس عن الدعاء بالمعنى الشكل الذي نعرفه، ولكن عن معنى الدعاء. وما معنى الدعاء؟ العبادة. فقد استكبروا عن عبادة الله، ولم تذل قلوبهم لله، ولم تخضع قلوبهم لله، هؤلاء طغاة، هؤلاء مردة، فلذلك استحقوا المصير الذي حدده رب العالمين، سيدخلون جهنم داخرين والعياذ بالله. ما ينبغي لمؤمن حصيف أن يخلو صبحه أو يومه أو مساؤه عن طلب ربه ودعائه، يجأر إلى مولاه كلما ألمت به حاجة أو لم تلم به، بل الحاجة واقعة، علمنا أو لم نعلم، كطلب الله تعالى أنه يرفع عنك البلاء الواقع، وأن يقيك من البلاء المتوقع، لأن القدر ماشي بيديك، أنت اليوم في رخاء وغدك غير مضمون، لأن اللي كيثق في الدنيا يثق في ماله من مال، يثق في ماله من جاه وسلطان، يثق في هذا الذي آتاه الله من إنعامه الثقة الكاملة المطلقة، معناه أنه عبد للمال، عبد للجاه والسلطان، عبد لمكانته الاجتماعية، عبد للقبه الاجتماعي، وليس عبدا حقيقيا لله. لأن المؤمن يرى أن هذه الأسباب إنما هي كلها بيد الله الواحد القهار، يعطيها متى يشاء ويمنعها متى يشاء سبحانه وتعالى. فإذا أنعم عليك اسأل الله دوام النعمة، واسأله جل وعلا أن لا يحرمك منها دنيا وأخرى، وإذا نقصك شيئا من ذلك فاسأل الله الساعة، كما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يسألونه على كل حال، في الفقر والغنى، في كل الأحوال، لا يفترون عن دعاء ربهم، لأن الدعاء كما ذكرت هو العبادة بنص الحديث، وهو عينها، وهو مخها، وهو كلها وجميعها. الدعاء هذه الصناعة الربانية التي امتن الله بها على عباده، أعظم دواء للقلب العليل، وأعظم أمل للعبد المتعلق بالله جل وعلا، وأعظم ملجأ وآمن ملجأ لهذا الذي أحاطت به البلايا من كل جهة، ويريد أن يفزع إلى مأمن، يريد أن يفزع إلى أمن وسلام. لا مأمن لك إلا عند الله، لا ملجأ لك منه إلا إليه، لا منجأ لك من المصائب كلها إلا به سبحانه وتعالى. فإذا أمنك فأنت الآمن حقا، وإذا تخلى عنك فتلك هي المصيبة، لن يؤمنك أحد من العالمين، ولو اجتمعت عليك الإنس والجن، ولو اجتمعت عليك الطاقة البشرية كلها بجيشها
وعديدها بكل شيء لن تأمن من الله آنئذ، لأن الأمن والأمانة والسلم والسلام إنما ينزل بالقلوب، إنما ينزل بالقلوب، ويوقع الله جل وعلا هذا المعنى العظيم بقلبك فتأمن إيمانا وأمانا روحيا، تجد بعده اللذة على كل حال، كنت في الرخاء أو كنت في الشدة تجد نفسك في النعمة بفضل هذا المعنى العظيم الذي أكرمنا الله به وهو الدعاء. وذلك أعظم كلام علمه آدم، أعظم كلام، أعظم كلام علمه آدم من بعد ما أنزل الأرض. أول شيء تعلم سيدنا آدم اللي هبط الأرض هو أن سأل الله التوبة، وحينما نازل الأمر من عند الله بأن اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، بقي آدم في غمة ولم يدري كيف يرجع إلى الله جل وعلا، حرم الجنة وحرم نعيمها وحرم القرب من الله جل وعلا بمعنى من المعاني، وحرم القرب من البيت المعمور في السماء، حرم أشياء كثيرة، فانتابته الغمة عليه الصلاة والسلام، فجعل يريد أن يجار إلى الله لكن لا يدري كيف، فأنزل الله عليه كلمات، كلمات هن دعاء التوبة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعظم تعبير في الالتجاء بالحاجة والافتقار إلى الله جل وعلا. وبذلك علم الله جل وعلا هذه عبده آدم هذه الكلمات، فكانت له فرجا، ولم تزل التوبة أعظم باب للفرج للعباد، أي عباد سواء كانوا صالحين أو طالحين، التوبة أعظم ملجأ إلى الله جل وعلا. وإنما التوبة في حقيقة الأمر دعاء، إنما التوبة في حقيقة الأمر دعاء، نعم فيها أفعال، فيها ندم وفيها انقطاع، ولكن فيها رجاء، رجاء أن يغفر الله جل وعلا ما سبق وما لحق، وهذا مخ الدعاء ومعنى الدعاء. ولذلك الدعاء من أعظم الوسائل الشرعية بكتاب الله وسنة رسول الله للوصول إلى الله، ولا يتركه إلا جاهل بالله أو طاغية، لا يترك الدعاء إلا جاهل بالله أو طاغية، لأن الدعاء أول فوائده أنه يعرفك بالله، تعريف بالله، الدعاء تعريف، والدعاء معاملة، والدعاء عبادة، وقد جمع بالفعل كل معاني الدين بهذه الأقسام كما ذكرت بنصوص من القرآن والسنة. ونص القرآن في التعريف بالله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أصحاب رسول الله يوما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، يسألون عنه تعالى، يسألون معرفته، كيف يصطنعون في التعامل معه بناء على معرفة به جل وعلا. فأنزل الله هذه الآية كما قال علماء القرآن في أسباب النزول، قالوا فأنزل الله قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وفيه دلالة على أن الدعاء ذاته يعرفك بالله، يعني أنت تريد أن تعرف الله كي تدعوه، هكذا يعني حسبوا الأمر ابتداء. فقال لهم الحق بالدعاء ستعرفونني، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذن ما عليكم إلا أن تستجيبوا، فليستجيبوا لي، وهذا مؤلام الأمر، إذا أردت أن تصل إلى الله، إذا أردت أن تعرف الله حق المعرفة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكيف الاستجابة؟ الإيمان معروف في كتاب الله وسنة رسوله، وإنما الاستجابة في هذا السياق إنما هي جواب الأمر بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، استجيبوا أنتم لهذا الأمر يستجب الله لكم بالجواب. وهذا من أعظم المنن التي أنزلها الله تعالى من النعم القرآنية المتدفق كوثرها على العالمين، من أعظم النعم التي أنعم الله بها على المسلمين. ومع الأسف حينما نجد أنفسنا تضيق بنا الأمور، تضيق بنا الضوائق، وتحرج بنا المحارج، وتشتد بنا الشدائد، ولا نلتجئ إلى الله جل وعلا، هذا جهل عظيم
يجيك الإنسان يقول لك عندي النازلة الفلانية، عندي الضرر الفلاني، عندي المصيبة الفلانية، أيحل لي أن أتناول هذا الحرام من هذا المأكل أو هذا المطعم أو هذا النوع من المال أو هذه المعاملة المحرمة؟ أيحل لي وقد ضاقت بي الضائقة وقد وقعت بي الضرورة؟ فحينما تسأله هل التجأت إلى الله أولا، تجد الجواب مع الأسف بالنفي. يعني هذا مشكل. ما معناه؟ معناه أنه لا ثقة له بالله، ما عندوش ثقة أنه يطلب ربي ويعطيه. لا، منزلة النازلة خصو يحلها بالأساليب المادية، خصو يحلها بالفلوس ولا يحلها بالدواء أو يحلها بتدخل فلان أو علان. شيء حسن أن تجتهد في الأسباب المشروعة المباحة، ولكن بناء على عقيدة سليمة، وهي أن هذه الأسباب إنما تشتغل بإذن ربها، ولو عطلها الله لتعطلت. فالتجئ إلى الله أولا صادقا بأن يعطيك وأن يفك أسرك وأن يفرج كربك، فيجعل الأسباب وغير الأسباب، يجعل الأسباب المرئية والأسباب الخفية من اللطائف، ما باللطائف تجري بأمره سبحانه وتعالى. فإذا بك تجد المشكلة قد حلت، ولا تدري كيف ولا أنا ولا متى، لأنك صدقت الله جل وعلا في الطلب. هذا معرفة، تمك تعرف الله، تمك تعرف الله سبحانه وتعالى، لأنك تطلبك يجاوبك، لأنك تتعامل معه، ترى أسماءه الحسنى فيما يحيط بك من حوادث، كتشوف اسم الله الكافي الشافي، تشوف اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق، شوف اسم الله سبحانه وتعالى الغني الرحمن الرحيم المانع المعطي، كل من الأسماء الحسنى غتشوفها في الحياة ديالك تما. وها هنالك وبهذا الشكل ترى الله حقا وصدقا، كما عبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مشكلتنا الكبرى، عدم الثقة بالله. فأي عبادة نمارس إذن؟ أي معنى من كوننا مسلمين إن كنا قد أسلمنا الوجهة لله وأسلمنا القلوب لله، ولا نتعامل مع هذا الرب الرحيم سبحانه وهو ينادينا من علو من فوق سبع سماوات، يتقرب إلينا بالنعم وبالعطايا سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا المعنى العظيم، أساس من الأسس الكبرى للعقيدة الإسلامية، ومن جهله مفهوما وممارسة فعقيدته ناقصة، وإيمانه بالله غير كامل، بل فيه شيء من الوثنية الخفية، لأنه الذي ساعة عنده الثقة الكاملة في الأسباب وفي الماديات، وما عندوش الثقة في رب العزة في رب الأسباب مسببها ومنتج مسبباتها، إذ لا يمكن للسبب أن ينتج عنه مسببه إلا بإذن الله وتسخيره. وكثيرا ما نرى الأسباب تقف عاجزة عن إنتاج مسبباتها حينما يمنع الله ذلك منها، وتجأر هي نفسها، أنت اللي كتثق فيها وكتأمن بها الإيمان الأعلى، هذه الأسباب تجأر إلى مولاها، تسأله العطايا وتسأله أن يفك أسرها. فكيف بسبب لا يفك إساره هو نفسه تلتجئ أنت إليه بثقة كاملة وبعبودية وثنية تطلب منه، وإنما أمرت أن تستخدمه عبدا لله مسخرا. مطلوب منك إذا كنت مريضا أن تستعمل الدواء على أن هذا الدواء نفسه عبد لله مسخر، فسخره فيما سخر له، وأن تستعمل المال فيما سخر له على أن هذا المال عبد لله هو أيضا مسخر. ما ينبغي أن يصير العبد معبودا من دون الله جل وعلا. كذلك في كل أمر، في الجاه، في الاجتماع، في الوظائف، في كل الحاجات التي تعرض لابن آدم. ولذلك إذن كان الدعاء أعظم سبيل، بل من أعظم السبل المشروعة بكتاب الله وسنة رسول الله، موصلا إلى الله معرفا به سبحانه وتعالى. وإذا عرفت الله أحببته، لما تعرف بالله تحبه قطعا، لأنه سبحانه وتعالى جميل، جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، كما هو ثابت بالنص الصحيح. وأسماؤه الحسنى، حسنى كافي، اسماؤه الحسنى حسنى، فإذا عرفته من خلال أسمائه الحسنى فقد عرفت الحسن المطلق
عرفت الحسن المطلق، ومن عرف الحسن المطلق تعلق قلبه به، فلن تبرح آنئذ مشتاقا إلى مولاك، تسير إليه بقلبك ووجدانك وبرجلك وبيدك، لا يستطيع شيء أن يمنعك عن السير إلى مولاك بما عرفت من جماله جل وعلا وجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى في عليائه كما ينبغي له وكما يجوز له سبحانه وتعالى جل وعلا من مليك مقتدر. لا يجوز لعبد أن يغفل عن مولاه، ونحن المخلوقون، أنت من يا عبد الله؟ عبد، فلما تغفل المسألة ولما تغفل عنها؟ اليقظة اليقظة عباد الله، والعودة العودة إلى الله بدعاء الله جل وعلا وسؤاله الليل والنهار. الأمر الثاني من فوائد الدعاء قلت المعاملة، المعاملة، لأنه سبحانه وتعالى كطلبك يعطيك، فيصير لك ضرب من التعامل بما كان قبل السياق الأول معرف بالله، كيولي عندك طرق سالكة إلى الله. فين ما بغيت تدير شي حاجة كتعرف الطريق منين تدوز إلى الله جل وعلا، لأن المعاملة كتعرفك بالطريق وتعرفك بالمسالك التي تسلك من خلالها إلى الله، لأن التجربة ديال الطريق كتحفظ الطريق. هذا المعنى، ولذلك قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا جواب الأمر. وجواب الأمر في العربية يفيد الحتم واللزوم، يعني لا طلبت الله بحق وبصدق، إذا طلبته بحق وصدق لست غاشا في الدعاء ولا كاذبا ولا مرايا، وإنما تسأله سبحانه وتعالى بصدق، فاعلم يقينا أن الجواب نازل بالقطع. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح: إن الدعاء يرد القضاء، إن الدعاء يرد القضاء، ينزل قضاء الله جل وعلا من عليائه ويرتفع دعاؤك، دعاؤك الخارج والصاعد من قلب مكلوم صادق محتاج فقير، فيصعد إلى الله جل وعلا ويلتقي بالدعاء في السماء، فيعتلج الدعاء والقضاء النازل، فيعتلجان، هذا نازل كيدفع والدعاء ديالك طلع كيدفع، فلا يزالان كذلك إلى يوم القيامة. هذاك القضاء لن ينزل بك منه شيء بما أذن الله لك من الدعاء الذي دعوته، ولا يختلفن هذا في عقلك. فالدعاء من القضاء، وإنما ترد القضاء بالقضاء، مش بيتصور لكش البالك أن الجهد ديال أكثر من الجهد ديال القضاء، لا، هذا الدعاء اللي أعطاه لك ربي منا ورحمة وجعله في قلبك حينما تصدق الله يجعله سبحانه وتعالى ضربا من القضاء، على قول سيدنا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. المؤمن يرى كل شيء من قضاء الله، وكل المسببات، كل الحوادث، إن هي إلا انعكاسات وتجليات لأنوار اسماء الله الحسنى. واحد المرة سيدنا عمر وقع في الزمن ديالو لما كان أمير المؤمنين، وقع يعني واحد المرض فتاك معدي، يعني شبه ما يكون، يعني يقولون طاعون، يعني مرض يعني يفتيك و ومعدي، يعني يحصد الآلاف من الناس بسرعة ومعدي. فعمر بن الخطاب أراد أن يمنع أحد أصحابه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى تلك الأرض، فقال له: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ ما نمشيش للأرض اللي فيها الموت، زعما خايفني الموت، أنت باغي تهرب من القدر؟ فعمر بن الخطاب كان فقيها، فقيه، والعلم وحده بالمعنى المجرد الكلمة غير كافٍ إلا من جمع بين العلم والحكمة. وإنما كان رسول الله سيدنا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام يعلمهم الكتاب والحكمة، وفي السياق الآخر: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلذلك إذن هذه الحكمة التي أوتي عمر هي الفقه في الدين، فقال له تلك الكلمة الجامعة المانعة، كأنما هي من حديث النبوة. وإنما كان عمر يتحدث من مشكاة النبوة، ما كانش كيجيب من راسه. سيدنا عمر كان يتكلم بما تعلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ياك تما في هذيك البلاد اللي فيها الطاعون فيها قدر الله، إوا حتى أنا كاين قدر الله، إلا بغى يموتني الله تعالى حتى أنا يموتني سبحانه. فتلك أسباب
جعلها الله للضرر، وهذه أسباب أخرى جعلها الله للنجاة وللخير، فأتعلق بأسباب النجاة ولن يكون إلا ما قدر الله في نهاية المطاف. هذا هو الفقه. ولذلك لما كدير انت الدعاء فيما نزل بك من قضاء من المرض أو الفقر أو الظلم أو غير ذلك مما قد يقع بالعباد، فإنك حينما تلتجئ إلى الله جل وعلا صادقا الآية تحكمك وتحكم مصيرك وتحكم دعاءك وتحكم نازلتك، وقال ربكم ادعوني اليقين والقطع أستجيب لكم. ومن كفر بهذا المعنى تحكم عليه الآية التي بعده أو السياق الذي بعده بالأحرى. يعني لما تقتش هذا المعنى هذا راكين مشكلة. ما هذه المشكلة؟ الآية في سياقها رهيبة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجب على المؤمن أن يؤمن بالله وأن يؤمن بكل ما نزل في كتاب الله وبكل ما ورد عن رسول الله على لسانه أو فعله أو قوله أو تقريره عليه الصلاة والسلام في بيان كتاب ربه. وإنما هذه بيانته تبين قيمة هذا المعنى العظيم. حينما تلتجئ إلى الله بالدعاء كل حين في اليسر والعسر في الرخاء والشدة ستكون لك معاملة مع الله عز وجل، عندك تعامل معه. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال. إنما نريد تقريب هذا المعنى. واحد السيد كتعرفه من البعيد، تعرفه تعرف قبيلته تعرف النسب دياله إلى آخره، وآخر تعرفه نفس المعرفة. يعني هذه المعلومات كلها اللي عندك على الآخر عندك معه، ولكن زيد حاجة وهو أنه بعت معه وشريت أعطيته وأعطاك، يعني تعاملته. هذه المعاملة ماشي غير كتخليه معروف، كتخليه قدامك شفاف كالزجاج كما كتعرفه من برا كتعرفه من الداخل. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال. وإنما القصد اللي تعرف على الله تعالى بالمعاني الذهنية، يعني غير كيقرأ في الكتب، يعني أسماء الله الحسنى والصفات العلى يثبت وينزيه وإلى آخره من كل ما ذكره العلماء في العقيدة الصحيحة، لن يعرف الله حق المعرفة. وإنما يعرفه من بنى على ذلك، ماشي خسره لا بنى عليه، من بنى على معرفة الله باليقين وبالعقد الصحيح، من بنى عليه المعاملة مع الله، يسأله يلتجئ إليه يفتقر إليه يبكي بين يديه يتذلل في صلاته ساجدا وراكعا آناء الليل وأطراف النهار، يدعوه على كل حال، يقدم ما قدم وقلبه وجل أن لا يقبل منه، وجل أن لا يكون من المقبولين وأن لا يكون من المرضيين عند الله جل وعلا. هذه المعاملة تورث القلب معرفة تجعل هذا القلب شفافا كالزجاج في عكس الأنوار النازلة من عند الله جل وعلا مما ينزل على العبد من أحوال الرضا والأمن والسلام الذي يداوي القلوب ويعافي ويشافي اللطائف والجوارح ويجعلك مطمئنا إزاء المصائب، لا يزلزلك شيء. هذا العبد، هذا عبد، عبد حقيقي لله. وعباد الله كالأوتاد بل كالجبال، نعم العبد إنه أواب. المعنى الثالث من هذه الكليات العظيمة مما يستفيده العبد من الدعاء العبادة. ما غادي تذوق معنى العبادة حقا حتى تذوق معنى الدعاء صدقا. لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا فعل للبر إذا خلا من المعنى الموجود في الدعاء. وقد ذكرت وأشرت إليه قبل، وهو أن الإنسان كيطلب لأنه شعر بالحاجة. لما تجد واحد غني صحيح في البدن دياله، يعني جميع الأسباب موفرة له مادة، ولكن يبكي بين يدي ربه، هذاك عارف بالله، هذاك عابد لله، لأنه لا يثق بكل ما أوتيه، ما عندوش ثقة يعني اللي كتخليه يمجد هذك الأسباب حتى يرضى أي آلهة، وإنما يرى أنها منا ثقيلة. الصحة والعافية مما ثقيلة، لما استوجب الشكر العظيم. ومن ذا قدير على أداء الشكر الكامل لله على أبسط نعمة من نعمه؟ لا أحد. فكيشعر بالعجز لأن واحد حطيت عليه القناطر بالأطنان، كتقول له هز هذا الشيء، هز على ظهرك هذا المال الوافر،
هذه الصحة والعافية، هذا الجاه والسلطان، هذه المكانة الاجتماعية، هؤلاء البنون والبنات رزقه الله من كل شيء. هذا عبد أثقل كاهله، يحسن عوانه، هذا عبد أثقل كاهله. فإذا كان من العارفين حقا ما يتهز يخضع ويركع ويسجد، فإذا فعل ذلك عرف الله حقا ونال جمال العبودية. أما من جعله ذلك يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى إن رآه استغنى، فهذا هو المصير والعياذ بالله الذي يقود إلى جهنم، يقود صاحبه داخرا إلى النار والعياذ بالله، بما كفر بنعمة الله، كيكفر النعمة والعياذ بالله من الصحة والعافية والمال والمكانة الاجتماعية وسائر النعم اللي بنادم كيقلب عليها ويشتاق إليها وتشتهيها نفسه. فالعبد إذن حينما يكون صاحب أدعية يلهج بها لسانه ويفور بها قلبه في كل حين، هذا عبد كينال شرف العبودية ويعطي ربي وسام ديال الخضوع لله. فإذا خضع حقا رفعه الله جل وعلا، يطلعوا لعنده سبحانه ويقربه كما يقرب الساجدين، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي السجود كيكون فيه الدعاء، فأكثروا فيه الدعاء كما في الحديث، لأن هذه الموضع ديال القرب، أكثروا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير وأحرى في ذيك اللحظة فاش يكون الجواب، لأنك تدعو ربك في اللحظة ديال الخضوع، وتمك تدرب على الأدعية في كل حين. هذا المعنى العظيم يجمع قلت كل معاني الإسلام كلها، سبحان الله العظيم، يعني من معنى الإسلام إلى معنى الإيمان إلى معنى الإحسان بكل التفاصيل الواردة في حديث جبريل، يجمع ذلك كله معنى الدعاء. ولذلك صدق رسول الله سيدنا محمد ما كيتكلمش هكذا كوكان، لما قال في الصحيح الدعاء هو العبادة فهو يعلم ما يقول، إذا أخذ الدعاء بحقه، إذا تم هذا الذي قيل قبله تم للعبد، تم معنى ذلك ينال درجة الولاية، لأن من اللي كتطلب الله كيعطيك، وتكون عندك معاملة وتكون عندك معرفة بالله. ماذا بعد هذا من معاني الولاية؟ ورب أشعث أغبارا لو أقسم على الله لأبره. هذا الإنسان الذي يشعث في سبيل الله، أشعث يعني الرأس ديالهم ممشوط شيء مخصر مغبر، أشعث أغبار، لكن هذا يعني الحال هذه قد تكون في سبيل الله وقد تكون في سبيل الشيطان، لأنه في الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبار، مطعمه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب له، فقد شعث في سبيل الشيطان. والعبد إذا شعث في سبيل الله التغبر في طاعة الله والتمحن في عبادة الله فذلك ولي الله. الولاية هي ماشي واحد الحالة ديال واحد بنادم مسخ ما فيه ما يتشاف، لا يصلي لا يصوم، أحواله أحوال إبليس، وتزعم علي بعد ذلك أنه ولي لله، بل ولي للشيطان. المعالم الأولى لأولياء الله حقا هم عباد الله، عباد الله الذين يعبدونه بما شرع وكما شرع. وفرق كبير بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وبالعبادة وبالدعاء أقول، وبالدعاء صادق بشروطه المذكورة آنفا، يرتقي العبد بإذن الله إلى مرتبة الولاية. فإذا دعا استجيب له، لأن الصوت دياله قارت الطريق دياله، سالك الطريق دياله سالك إلى الله، تعرفه الملائكة، تذكره الملائكة، سبيله مفتوحة، أبواب السماء مفتوحة له، أنا الليل وأطراف النهار بما بقي طيلة حياته ذاكرا لله بالأدعية، لا يفتر لا يخرج من دعاء إلا إلى دعاء، فإنما يدعو ربه بلسانه أو بقوله وعمله أو بسلوكه، ما مد يدا إلى عمل أو تجارة أو وظيفة إلا ومعنى الدعاء حاصل في قلبه.
واخا بعض الاحيان ما يقولش الانسان الدعاء بلسانه، ملي يدير الشغل ديالو في النيه ديالو، يعني الاحساس ديالو احساس ديال الدعاء. كيف احساس الدعاء؟ نمارس العمل ديالي او يعني ندير واحد السبب من الاسباب الماديه وانا ارى فيه انه هذا السبب عبد مسخر لله فانا استعمله ارجو به عطاء الله. هذا السبب اللي راك كديرو من تجاره او عمل او اي شيء او وظيفه او استشفاء وتداوى، هذاك العمل نفسه ضرب من ضروب الدعاء، لان القلب ديالك صافي توطن على هذا المعنى من الخضوع والالتجاء الى الله باللسان وبالجوارح، فانت داع لله على كل حال. وانما يصح هذا، يقدر العبد يطير بهذه الجناح الاجنحه القويه هذه، يعني الدعاء عدد ديال الاجنحه هي، وعلى الاقل ذكرنا الان في هذا السياق ثلاثه اجنحه على الاقل، قلت ذكرنا ثلاثه اجنحه، بل واجنحته اكثر بكثير من ان تحصى، هذا الظاهر والبين الكبير. ثلاثه طير بهذه الاجنحه الى الله جل وعلا تصل، لكن باش يقدروا هاد الجناح يقلعوا لا بد من واحد الشرط، لا مناص منه وما كاين حتى شي حل نهائي حتى تحيدوا، وهو الحرام، ان تقاطع الحرام، قاطع المحرمات. فان الدعاء لا تطير اجنحته بصاحبه وانت غارق في اكل اموال الناس بالباطل، والدعاء عليك الصباح والمساء، تكطلب الله والناس اللي ظلمتهم كيدعيو فيك، الدعاء ضدك غادي يقطع كل الحبال وكل الاوصال التي تصلها الى السماء، انت ترمي الحبال ديالك للسماء كاين الناس كيقطعوا لك هذوك الحبال، انت ظالم لهم بما اقتطعت من اموالهم وبما هضمت من حقوقهم وبما انزلت عليهم من مظالم شتى. قاطع الحرام اولا، اترك المال الحرام، اترك المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام، قاطع المحرمات، قاطع الكبائر كلها مقاطعة تامة، واجعل بينك وبينها حربا ضروسا، فهي تغريك بما جعل فيها الشيطان من أنوار كاذبة، هي أنوار باطلة كاذبة كتبر تخطف العيون ديال الناس. لا ينبغي أن يفتنك ذلك عن نور الله العظيم، الله نور السماوات والأرض، لأن القلب ديالك إذا صدق وقطعت المحرمات حتما سينزل بقلبك نور الله جل وعلا رحمة وعافية وبصيرة، فيصير قلبك آنئذ منورا بنور الله، كما قال عليه الصلاة والسلام وأنير قلوبنا، كان يدعو بالنور أن ينزل على قلبه، لأن الله هو النور الحق ومنه يتفرق نور العالمين كله، الله نور السماوات والأرض، وبذاك النور ديال الله تنطفئ كل الانوار الكاذبه، تما ديك الساعه المحرمات تولي كلها ظلمات، وهذاك الشيء اللي كان كيبان لك جميل انما هو سحر، سحرك الشيطان، سحروا عيون الناس واسترهبوهم، قلب لك النظر ديالك، فانا اذن يبدا لك ذاك الحرام ويولي كيبان على حقيقته بشع سيء طالع لا تستطيع ان تثبت العين فيه اذا لاقته، فكلما نظرت ارتد اليك بصرك مذعورا بما رايت من القبح وبما رايت من الفساد الذي هو حقيقه الشيطان وحقيقه الشهوات الباطله. ثم آنئذ تكون قد امنت الفتنه، امنت الفتنه باذن الله وبتثبيت الله جل وعلا، علاش؟ لانك درت اراده وقرار بان تقاطع المحرمات، ربي تعالى غادي يعاونك. اما انت مازال تشتهي ان تقع في هذا الحرم، واش كتضحك على ربي؟ تبيت الليله في المحرمات والصباح تجي تطلب الله، وعشيه مازال عندك النيه ترجع للمحرمات ديالك من شرب الخمر او اكل الربا او الزنا او المصائب جميعا، كيف تريد ان يتوب الله عليك؟ كيف تريد ان يستجيب الله لك؟ كيف تريد ان تكون من العابدين والعارفين؟ وانت كذلك الذي حدث عنه الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يديه يا رب يا رب انها يستجاب له، يعني المستحيل ان تدل على الاستحاله، ما يمكنش. الصدق اولا في الدعاء، واول الصدق
مقاطعة ما نهى الله عنه. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وتب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم ثبت قلوبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا جميل العفو أدخلنا في عفوك، اللهم يا جميل العفو أدخلنا في عفوك، اللهم يا جميل العفو أدخلنا في عفوك، وأدخلنا في رحمتك، وأدخلنا في سترك، وأدخلنا في جودك. نسألك باسمك السلام أن تنزل علينا السلام، فإنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أنت النور نور السماوات والأرض، فأنر قلوبنا بنورك الذي لا يخبو. اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس، انصره اللهم نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، واحفظ اللهم من بين يديه ومن خلفه، واجعله اللهم يا ربي راية للمسلمين. اللهم احفظه في ولي عهده مولاي الحسن، انبته اللهم نباتا حسنا، واجعله من الصالحين، واجعلنا واياهم لك شاكرين ولانعمك ذاكرين ولالائك شاكرين حامدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا سيد الاولين والاخرين محمد بن عبد الله عليه وعلى اصحابه وزوجاته واله افضل الصلوات والسلام، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.